التضخيم. اليوم حنبدأ موضوع جديد اللي هو الديفراكشن، واللي بقصد فيه الحيود. الديفراكشن بيكون عندنا بطريقتين، اما بطريقة السيركولر بيرتشر او بطريقة الجريتينج. اليوم ان شاء الله احنا حنبدأ بطريقة السيركولر بيرتشر. طبعا السيركولار بيرتشرز عبارة عن حائط وولز فيها فتحة، الفتحة هذه فيها ثقب الديامتر تبعه دي. بنسقط عليه طول موجي، وطول الموجي هذا لازم يكون احادي مونوكروماتيك. امام هذه الوولز في عندي سكرين شاشة بهذا الشكل، وهذا طبعا الابيرتشر. المسافة بين السكرين والبيرتشر بنرمز لها بالرمز ال. الان ما بين الفتحة ومن مركز الفتحة لا السكرين في عندي خط وهمي بنسميه خط التماسك. الان الضوء سقط بطول موجي مقدار لامدا، شرط انه الضوء يكون مونوكروماتيك. الضوء المونوكروماتيك هو عبارة عن ليزر يا جماعة. الان بدخل عبر الفتحة هذه، حيتكون عندي على قدر الفتحة دائرة مظلمة بنسميها دارك ديسك، بعد هيك حلقة مضيئة، ومن ثم حلقة معتمة ومضيئة ومحتمة بهذا الشكل. طبعا هذه الخطوط وهمية مش موجودة، بس احنا نرسمها حتى نوضح انه على قدر الفتحة بتكون القرص المعتم. الان قطر القرص المعتم برمز له بالرمز R. لو فرضت انه عندي هذا هو X وهذا هو Y بهذا الشكل. نشوف الان المفروض انه عندي الضوء بيجي من المركز، بعمل مع نهاية القرص المعتم زاوية مقدارها ثيتا بسميها ثيتا 1، ومع نهاية الحلقة المعتمة الثانية زاوية مقدارها ثيتا 2 وهكذا، والثالثة ثيتا 3 والرابعة والخامسة وهكذا. الآن هذا الارتفاع بسميه R، بسميه R اللي هو نصف قطر الحلقة المعتمة برمز له بالرمز R. وهذه المسافة طبعا من دي او من الفتحة الى السكرين اسمها L. ساين الزاوية ايش بيساوي؟ مقابل على ايش؟ على وتر. طيب لو كانت الزاوية very very small، ثيتا very small، هذا بسميه في الفيزياء ابروكسيميشن، حيكون تان الثيتا بيساوي ساين الثيتا. ايش بيساوي؟ مقابل تان الزاوية على مجاور. تمام. طيب نشوف الان ساين الثيتا ايش بتساوي؟ مين المقابل الها؟ R. مين المجاور الها؟ L. اذا ساين الزاوية بيساوي R على L اللي هو نصف القطر على. طيب في ايش حيفيدنا هذا الكلام؟ حيفيدنا بالشكل التالي. لو جيت انا بدي احسب قطر الحلقة المعتمة اللي هي بسميها الفيرست دارك رينز. مين هي الفيرست دارك رينز؟ اللي هي ايري ديسك، طبعا بالنسبة للعالم ايري.
العالم إيري بيقول لي إنه إيري ديسك هو عبارة عن destructive interference، تداخل هدام، destructive interference. إيش اللي صار بالضبط؟ هي ليش صارت حلقة معتمة؟ إجوا موجتين تلاقوا غير متطابقتين، يعني الموجتين بهذا الشكل بيمشوا، تلاقوا موجة سابقة الثانية أو موجة لا تنطبق قممها على قيعانها بهذا الشكل، القمة مش منطبقة على القاع فأعطتني نو ويف، فأعطتني حلقة مظلمة سمح وكأنه الضوء لم يظهر. تمام؟ إذن هي عبارة عن destructive interference airy disk، يمثل تداخل هدام. تمام؟ عشان نحسب airy disk بقول R1 أول نصف قطر للقرص المعتم R1 يساوي طبعا 1 2 2، هذا بارامتر معامل الحلقة الأولى، في لمدة 2 في L على دي. ليش لمدة 2؟ طبعا بالنسبة للقرص المعتم اير ديسك هو ما فيش طول موجة. تمام؟ الطول الموجة وين موجود؟ للمدة الحلقة المضيئة الأولى اللي هي الحلقة الثانية، هذه لمدة 1، هذه لمدة 2، هذه لمدة 3 الحلقة المعتم، هذه لمدة 4 وهكذا. إذا لمدة 2 هي الحلقة المضيئة الأولى. إذا ساين الزاوية، إذا لو بدنا نحسبها حسب اير ديسك، ساين ثيتا 1 إيش بده يساوي؟ 1 و22 لمدة 2 على دي. طبعا هذه تم اشتقاقها لكن مش مطلوبة منا إحنا كتحاليل طبية كيف جبناها. ساين الزاوية، والزاوية هذه قلنا فيري فيري سمول، صغيرة جدا، إيش بتساوي؟ بتساوي R على L، أعوض عنها R بتساوي 1 و22 لمدة 2 على D في L. مين R؟ R1. طب R2؟ R2 لها بارامتر مختلف كمان. لو بدنا نحسب نصف الحلقة المضيئة الثانية R2، نصف الحلقة عفوا المعتمة، أنا بتكلم الآن عن حلقات معتمة، جبنا الحلقة المعتمة الأولى اللي هي سميناها اير ديسك وهي عبارة عن تداخل هدام، كل حلقة معتمة هي عبارة عن تداخل هدام. تمام؟ جبنا أو الفيرست ديسك وسميناه اير ديسك نسبة للعالم ايري. الآن بدي أوجد ار 2 اللي هو نصف الحلقة، نصف قطر الحلقة المعتمة الثانية، هي هذه الحلقة المعتمة الثانية. من وين لوين بحسبه؟ من مركز القرص المعتم إلى منتصف المسافة، هذه R2 بين الحلقة المعتمة الثانية والثالثة. تمام؟ R2 إيش بتساوي؟ بقول لي ساين الزاوية ساين ثيتا 2 يساوي 2 و23. طبعا هذا البارامتر خاص بالحلقات المعتمة، أما الحلقات المضيئة فإلها بارامتر مختلف مش موضوع دراستنا. 1 و23 لمدة في أن، وحنشوف ليش حطيت المرة هذه أن على دي. قلنا الزاوية مالها very very small، إذا في عندي approximation، إذا R2 بيساوي 2 و23 لمدة أن في L على دي بنفس الطريقة اللي طلعنا فيها اري ديسك. تمام؟ الآن بالنسبة لامدا ان، لامدا ان هي عبارة عن الزاوية أو طول الموجة عفوا ما بين في الوسط، الوسط اللي بين البيرتشر والسكرين، هذا ميديم. الميديم هذا إيش إله؟ معامل انكسار ريفراكتيف اندكس، كنا نرمز له بالرمز ان. تمام؟ بقول لي لمدة ان تساوي الطول الموج اللي سقط اللي دخلناه من البيرتشر عبر الفتحة
القطر دي على معامل الانكسار، تمام؟ على سبيل المثال لو كانت عندي الفتحة البيوبل تبع العين ودخل الضوء منها، فالضوء طبعا الصورة وين هتتكون؟ على الريتينيا اللي هي الشبكية، وبالتالي معامل انكسار الشبكية أو الوسط اللي بين بؤبؤ العين والشبكية تقريبا أن بتساوي 1.36 قريب من معامل انكسار الماء. هذا المتوسط تبعه، هذا معامل انكسار الوسط اللي داخل العين. عشان هيك الضوء لما نيجي نشوف حلقات مضيئة أو معتمة داخل العين بيكون عندي الطول الموجي اللي داخل له علاقة بمعامل الانكسار داخل العين. إذا بهذه الطريقة احنا جبنا معامل، جبنا نصف قطر اير ديسك، وجبنا كمان نصف قطر الحلقة المعتمة الثانية R2، ولحد هنا طبعا بكفينا كتحليل طبية. ناخد السيركولار ابيرتشر كيف الريزولوشن بيكون موجود، او البرايتنس والانتنسيتي كيف بتكون ظاهرة فيه. الان الريزولوشن بيكون فور البيرتشر بهذه الطريقة. اذا بدي ارسم البرايتنس او الانتنسيتي هتكون بهذا الشكل. هذا عندي محور اكس وهذا محور واي. واي يمثل الانتنسيتي، الان كيف بدها تظهر الفانكشن او البوزيشن؟ طبعا اكس هو السكرين، تمام. كيف تظهر عندي الريزولوشن؟ الريزولوشن حيظهر بهذا الشكل. الان احنا كانت عندنا الحلقه المعتمه كانت اكثر شده الها وين؟ في المركز. طب لو كانت الحلقه المضيئه هي في المركز بنفس الطريقه حيكون عندي اكثر وضوح وين؟ في المركز. هذا هو سميه اير ديسك، يعني كان السواد تبعه اكثر سطوع، تمام. بدا بعد هيك تيجي حلقه مضيئه، بعدين معتمه، مضيئه، معتمه، حتى يبدا يخفت مين؟ الضوء تماما. نرسم هذا بنفس الشكل وبهذا القدر حتى تتلاشى الموجة نهائيا. طبعا هذا بيبين لي قديش الشايننج خلال السكرين اللي بيكون واضح على السكرين. طبعا احنا بيكون عندنا سمول سيركل بيكون الشايننج فيها اعلى ما يمكن طبعا، وبيكون عندي بيبدا يخف السطوع تبع الضوء هذا حتى يتلاشى تماما. نبدا الان في موضوع جديد. الان حنبدا في موضوع جديد اللي هو الريزولوشن اوف تو سورس. إذا فرضت إنه عندي مصدرين ضوئيين، هنا مصباح ليزر وهنا مصباح ليزر، المسافة between two source، خليني أرمز لها بالرمز X، the distance between two source، المسافة بينها X، بستقبلهم طبعا على بيرتشر. البيرتشر فتحته قطرها زي ما اتفقنا دي ما بتتغير. فتحة البيرتشر او خلينا نعملها بهذا الشكل، هذه هي دي قطر الثقب او الهول الموجود في البيرتشر. الان الطولين الموجيين اللي طالعين من المصابيح حيدخلوا البيرتشر وعاملين زاوية مقدارها ثيتا R. طبعا لازم برضو الضوء يكون عندي مونو كروماتيك، تمام. المسافة بين التو سورس والبيرتشر برمز لها بالرمز D،
The distance between two source and aperture equal D. المسافة بين الأبيرتشر والسكرين زي ما اتفقنا سابقا، هذا هو السكرين، الشاشة اللي هستقبل عليها الضوء. طبعا زي ما اتفقنا سابقا هي L. تمام. الآن الضوء هيسقط طبعا ويدخل عبر الفتحة دي مكون التالي. طبعا هيدخل مصباحين، طبعا عندي مصباحين ضوئيين، هيدخل الضوء عبر الفتحة دي، هيظهر لي على السكرين هذا الشكل كأنه تو ايري ديسك، قرصين ايري او حلقتين قرصين معتمين متلاصقين ببعضهم البعض. وبعد كده حتظهر حلقة مضيئة وحلقة معتمة، الخط الأسود حيمثل الحلقة المعتمة والمسافة بينهم هي الحلقة المضيئة، هذه المسافة هي الحلقة المضيئة والخط الأسود هو المعتم بهذا الشكل. وكأنه بيصير انبعاج في الاير ديسك بهذا الشكل، أو لو رسمت دائرتين تمام. الآن في حالة عندي مصدرين ضوئيين بيظهر عندي تو ايري ديسك، ما بيكونش عندي شارب ايري ديسك، بيكون ظاهر بشكل منبعج. تمام. الآن كمان شغلة تانية انه ما بقدرش استخدم تو بيرتشر، انا عندي بيرتشر واحدة، فبيكون عندي مصدرين الضوئيين هم اللي بيكونوا سبب في ظهور الاير ديسك مش الفتحتين. هذه الظاهرة بسميها ريلايت كريتيريا. طبعا نسبة لرولد ريلايت ظهر عندي زي ما شفنا تو ايري ديسك، اكثر ريزوليوشن بيكون وين؟ في السنتر في المركز. كيف الريزوليوشن بيكون ظاهر بهذا الشكل؟ الريزوليوشن تبعهم لو فرضت انه هذه اكس اللي هي السكرين زي ما اتفقنا سابقا، وهنا عندي محور واي اللي هو بيمثل الانتنسيتي، فحتظهر عندي اول مصدر ضوئي حيعطيني بهذا الشكل ويبدا يخفى، والمصدر الضوئي الثاني بهذا الشكل ويبدا يخفى. التوتال تبعهم بيكون بهذا الشكل. شفنا كيف الفيز تبع التو سورس صار اكبر، هذا بسميها النت اللي ظهر. طبعا في شويه انبعاج هنا اللي هو الانبعاج الواضح في ايري ديسك. طبعا ريلايت كريتيريا هي ظاهرة بحسب منها الزاوية ثيتا ار من خلال علاقة ساين الثيتا ار اللي هي الزاوية بين التو سورس اثناء دخولهم الفتحة دي تساوي 1/22 اللي هي معامل مين؟ معامل اير ديسك لمدة 2 في ال لدي. وكأنه بيقول لي بدل اير ديسك، بدل ما كنت اعتبر ساين الزاوية بتساوي المقابل على المجاور اتغيرت صار ساين ثيتا. طبعا ار طبعا هذه دايما زاوية مالها very very small، هذا في الفيزياء بسميه approximation. انتبهوا معي، ثيتا وين موجودة؟ هاي مين مقابل الها؟ اكس. لو فرضت انها في مثلث قائم الزاوية بهذا الشكل، وهذه ثيتا ار وهذه اكس وهذه المسافة دي، ساين الثيتا ايش حيساوي؟ ساين الثيتا ار بيساوي تان الثيتا ار بيساوي مقابل على مجاور اكس على دي. طبعا هذه مين؟ هذه حالة approximation، بستخدمها فقط لما تكون الزاوية very very
اسمه. اذا ساين ثيتا ار بتساوي اكس على دي متى؟ لما تكون الزاويه فيري سمول، وبتساوي كمان 1.22 لمدا 2 على ال على دي. تمام، ممكن اساوي القانون 1 بقانون 2. نعم، في حال قال لي انه الزاويه فيري سمول بساويهم ببعض، في حال قال لي ما اعطاني الزاويه صغيره بجيبها وبعدين بعوض في القانون. ناخذ مثال ونطبق على الريلايت كريتيريا. المثال بيقول لي اهيد لايت اوف كار، سياره مصابيحها الاماميه ار فيود باي بيرسون، لاحظهم شخص واقف على جنب طريق طويل along street road. اعتبر انه the distance the person car به، طبعا الشخص ما زال يرى السيارة طبعا على طول الطريق بيشوف مصباحين، بعد هيك بدأ يشوف انه طبعا السيارة او الاشي الشخص واقف على مسافة بعيدة جدا عنهم. فاحنا لما تكون السيارة بعيدة عنا او من مسافة بعيدة انا بشوف مصباح ولا مصباحين، بشوف مصباح واحد. لكن هو بيقول لي افرض انه هذا الشخص ما زال يرى two source light او two headlights of car، بيرى المصابيح الامامية not still يعني انها موتوسيكل، انه ما بيشوفها زي الموتوسيكل بمصباح واحد، على اعتبار انه diameter of air disc form of retina of fewer eyes، اعتبر انه هذه العين وهذا قطرها، قطر العين دي، طبعا هذه مسلمات قطر العين حاجة ثابتة اليوم الان احنا نعرفها. وايضا المسافة between two source of car برضو شيء ثابت اللي هي المسافة x، برضو هذه ثوابت يمكن تقريبا متر او متر وثلاثة سنتي. كمان بيقول لي ال air disc estimate diameter of air disc formed of retina of viewer eye which about 2 سنتي from eyes viewer due to one car's headlight. وكمان شغلة تانية انه اعتبر المسافة بين الصورة تكونت على بعد 2 سنتي اللي هي شبكية العين السكرين. اول حاجة طبعا الاكس هي distance between headlights، الدي distance from cars and الايز، طبعا هذه هي الايز المسافة دي، المسافة بين السكرين والايز اللي هو الابيرتشر طبعا هي الايز مسافة ال، الطول الموجي اللي حيدخل من المصباح، طبعا المصابيح الضوء الموجي الضوء اللي بيخرج من مصباح السيارة يا اما بيكون اصفر او برتقالي في الغالب. فلمدا حتكون لمدا ان تساوي لمدا على ان، الضوء الانسيدنت على معامل انكسار وسط العين. بقول لي اعتبر ان الطول الموجي اللي دخل من المصباحين لمدا يساوي 550 نانو متر، على اعتبار انه نورمال ويف لينكس طبعا ضوء يعادل الضوء البرتقالي. اكس المسافة بين التو سورس اعتبرها 1 متر، دي الديامتر تبع العين اعتبره 3 ملي متر، اعتبر الطول الموجي اللي في الوسط هنا يعادل 390 نانو متر. احنا طبعا مش عارفين المسافة بين الكارز والشخص اللي واقف او عين الشخص اللي واقف، فاحنا بدنا نوجد المسافة دي، المطلوب ايجاد المسافة دي. عشان نوجدها بنكتب اول حاجة قوانيننا. القوانين اللي عندنا ساين، مدام عندي تو سورس اذا هذا حالة resolution of two source، إذن sin theta أو relight criteria sin theta r تساوي 1.22
لامدا ان على دي اسمه. الان هو ما قال لي ابروكسيميشن استعمل ابروكسيميشن او لا، لكن انا ما دام ما قالش ممكن احل بطريقتين. الطريقه الاولى اني اعتبر انه سيتا ار very very small، تمام، وبالتالي ما دام الزاويه صغيره اذا تساوي تانها تساوي اكس تقريبا على دي، وعوض من معادله واحد من اثنين في واحد. اذا بشيل ساين سيتا ار بكتب اكس على دي تساوي 1 و22 لامدا ان على دي، تمام. ومنها احنا مين بدنا نحسب؟ بدنا نحسب بعد الشخص عن السياره دي. اذا دي تساوي اكس في دي سمول على 1 و22 لامدا ان، تمام. هذا القانون اللي احنا حنمشي عليه. نيجي نعوض هنا دي تساوي قديش دي؟ احنا مش عارفين، بدنا نحسبها. اكس 1 متر المسافة بين مصابيح السيارة. قديش دي؟ دي قطر بؤبؤ العين 3 ملم، 3 × 10 ناقص 3 عشان احول لمتر. طبعا المعامل تبع اير ديسك 1 و22 لامدا ان الطول الموجي لما يدخل للعين. طبعا 500 كيف بدي احسبه؟ 550 الطول الموجي اللي دخل من او اللي طلع من السيارة على معامل انكسار وسط العين 1.36 يساوي تقريبا 6 × 10 3 متر او 6 كيلو متر، تمام. هذه بالنسبة للحالة الاولى على اعتبار انه ما زال بيشوف رغم بعد السيارة مصباحين ضوئيين، ما يعتبرهاش متسكل بمصباح واحد. الحالة الثانية بقول لي اعتبر انه diameter of air disk formed on the retina of fewer eyes which about، اعتبر انه 2 سنتي from eyes pupil، اعتبر انه نصف قطر بعد او الاير ديسك تكون على مسافة 2 سنتي من بؤبؤ العين او من فتحة البيرتشر، فاوجد الديامتر اوف ايري ديسك. نشوف الان مطلوب مني اوجد الديامتر اوف ايري ديسك، يعني بدي اوجد ال 2R1. اول شغلة اذا انا بدي اوجد اير ديسك بدي اعتبر الان السيارة بعيدة عن الشخص وحيشوف مصباح واحد ما دام طلب مني اير ديسك. نشوف قانون اير ديسك، R1 بتساوي 1 و22 لامدا ان في ال على دي. هذا قانون ايري ديسك. كل المعطيات اللي عندي موجوده تساوي 1 و22 لامدا ان اللي هي قلنا مين 550 على معامل وسط العين 1.36 اللي هي تقريبا 360 تقريبا بتطلع في ال. اعطاني اياها اللي هي الصوره وين تكونت او اير ديسك وين تكون على بعد 2 سنتي من البيوبل تبع العين في 2 سنتي اللي هي 2 × 10 ناقص 2 على دي اللي هي الديامتر اوف بيوبل اللي هي فتحة العين اللي هي البيرتشر ديامتر اوف بيرتشر. قديش كان دي؟ دي اعطاني اياه سابقا 3 ملم، 3 × 10 ناقص 3 عشان احول لمتر، وبطلع اير ديسك تقريبا 3 ملم. احنا بدنا مين؟ بدنا الديامتر. بقول ده الديامتر اوف ايري ديسك ايكوال او 2R1 ايكوال 6 ملم.
طبعا هيك بنكون تكلمنا عن التو سورس وطبقنا مثال عليها، مثال عملي اللي هي دخول الضوء الى فتحة العين. نلقاكم طبعا في موضوع اخر. الان حنبدأ في موضوع جديد اللي هو بتكلم عن الديفراكشن باي جريتنج او ديفراكشن ثرو جريتنج. طبعا الجريتنج هي محزوزية الحيوط. طبعا من ايش بتصنع؟ طبعا تصنع من شيت او معدن. هذا المعدن عبارة عن او منبعج او في عدد كبير من الجروفز او اللاينز محزز بشكل انه يكون الحز الموجود فيه عامل مفحور فحر، تمام؟ او عامل زي النتوءات. شرط انه الضوء اللي بيسقط على الجريتنج لازم يكون ضوء مونوكروماتيك لايت. مين هو الضوء المونوكروماتيك؟ اللي هو الليزر. لازم يكون كوهيرنت، لازم يكون مونوكروماتيك، وهذه طبعا هي صفات الليزر بيم او الليزر لايت. عند سقوط اللايت او الليزر لايت على الجريتنج طبعا حيكون عندي فيريس جروفز، جروفز متنوعة 1 2 3 موزعة disrupt or diffract light على مسافات محددة من الجريتنج. الآن الضوء حيسقط على الجروف الأول، الجروف الثاني، الجروف الثالث، حيعطيني أطوال موجية مختلفة حتظهر عندي على السكرين. طبعا حيكون فصل بين كل لون وآخر أو كل طول موجي وآخر. قد تظهر أحيانا مناطق على السكرين معتمة دارك، وقد تظهر أحيانا برايت مضيئة. وهذه هي ميزة الجريتنج، إنها بتعطيني أطوال موجية مفصولة عن بعضها البعض، يعني مختلفة تماما عن قصة الديفراكشن باي بريزم. ما بقدرش أفصلهم في المنشور، لما يجي يتحلل الضوء بيكون الأطوال الموجية السبعة متواصلة مع بعضها البعض، مش قادر أميز أو أفصل لون عن الآخر. لكن ميزة الجريتنج إنها بتعطيني ديفراكشن لأطوال موجية مفصولة عن بعضها البعض، بين كل لون بيظهر أو منطقة برايت مضيئة بيكون في عندي منطقة معتمة، أو كل لون مفصول عن اللون الآخر. وهذه هي الميزة اللي جعلت الجريتنج تستخدم في جميع الأجهزة الضوئية، لأنها سهلت عمل الباحث. دائما اللي بيلعب دور في الديفراكشن جريتنج اللي هو النمبر اوف لايتس او جروفز بير يونت لينكس، عدد الاطوال الموجوده. لو فرضت انه هذه هي الشيت تبعت الجريتنج، نتخيل كيف هي، وطبعا بتكون محززه بهذا الشكل. طبعا الخطوط او الجروفز هذه بتكون قريبه جدا من بعضها البعض. قد يكون عندي 1000 لاينز في وحده الاطوال الوحده، تمام. قد يكون عندي احيانا 300 لاينز حسب حجم الجريدنج وحسب نوعها. فلو بدي افرض انه تمام الضوء طبعا النمبر اوف لاينز بير يونت لينكس برمز له بالرمز ان سمول، ان سمول نمبر اوف لاينز بير يونت لينكس، عدد الخطوط في وحده الاطوال او الجروفز بدل ما نسي نفس الكلمه، تمام. الجروفز وحدة قياسها lines على سنتي أو lines على إنش وهكذا. طبعا المسافة أو separation between two lines نرمز لها بالرمز D.
المسافة بين كل لاينز والتانية طبعا المسافة بتكون صغيرة جدا، برمز لها بالرمز دي دي سمول ديستانس بين تو جروفز. كان نتعود على كلمة جروفز. عز الخطوط الكلية الموجودة في الجريتنج برمز لها بالرمز ان كابيتال. التوتال نمبر اوف جروفز برمز له بالرمز ان كابيتال. عمق الجروفز او الخط، مش احنا قلنا الخط عبارة عن بيكون مفحور فحر في الشيت، عمقه برمز له بالرمز W اللي هو الويدث اوف لاينز. لاينز اوف جريتنج. تمام، ايش العلاقة بين البارامترز هذه كلها؟ انه دي بتساوي المسافة او السبريشن بتوين تو جروفز او لاينز بتساوي واحد على ان. دي بتساوي واحد على ان. كمان دي بتساوي العمق الجروفز على التوتال نمبر اوف جروفز. تمام، اذا واحد على ان بيساوي الويدث على التوتال نمبر بيساوي دي. هذا علاقة متكاملة بين البارامترز كلها اللي بعرف من خلالها الجريدنج. الان نشوف آلية عمل الجريتنجز. طبعا اول حاجه لازم يكون عندي مونوكروماتيك لايت، متفقين ان الضوء اللي بيسقط عباره عن طول موجي احادي، هيسقط على مين؟ على الجريتنج. بنرسمها بهذا الشكل الجريتنج، وبرسمها بشكل خطوط بهذا الشكل. الان الجريتنج لازم تكون من مركزها مثبته بخط، هذا بسميه خط المركز، وهنا طبعا هذا المحور اكس بيمر عليه شاشة سكرين. شاشتنا اليوم مختلفة طبعا عن شاشة البيرتشر. السكرين بتكون مقسمة او مقسومة، عليها محور واي ومحور اكس. محور واي طبعا مثبت عليه 0.0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3، وانا بكتب بوزيتيف المرة هذه طبعا لأغراضي الى ما لا نهاية. وهنا ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 وهكذا. تمام، طبعا الشاشة بسمي البوزيتيف بسميه الاوردر نمبر او الماكسيمم اوردر نمبر، اللي هي عبارة عن الجانب اللي بتكون فيه الموجات اعلى ما يمكن. اما السالب فهي بسميه المينيمم اوردر نمبر. تمام، هنا برمز للاوردر نمبر يعني رتبة سقوط الموجة. الاوردر برمز له بالرمز ان. هنا بتكون عندي الزيرو اوردر نمبر بسميها ام ايكوال زيرو. لما يكون عندي ام تساوي صفر عند نقطة المركز بسميه الاوردر نمبر. بعد هيك عندي الموجب قلنا اللي هي الماكسيمم اوردر نمبر، والسالب بسميه المينيمم اوردر نمبر. تمام، مثلا عندي بوزيتيف 1 بسميه الفيرست اوردر نمبر، عندي بوزيتيف 2 ام تساوي بوزيتيف 2 بقول السكند اوردر نمبر، عندي ام تساوي ماينس 2 بقول السكند مينيمم اوردر نمبر. تمام،
كيف بدي احسب على المسافة بين الجريتنج والسكرين؟ برمز لها بالرمز ال. تمام. الان كيف بدي احسب البوزيشن اوف ذا فراكشن، سواء كان ماكسيمم او مينيمم؟ بهذا الشكل. عندها علاقة بتقول لي دي اللي هي البعد السكرين او المسافة بين تو جروفز، دي طبعا الضوء لما بيسقط عشان بس نكون في الصورة، بيجي على الجريتنج بيجي بيسقط على السكرين عند الاوردر نمبر رقم 1، ممكن يسقط عند الاوردر نمبر ماينس 2، ممكن يسقط عند الاوردر نمبر 5 بوزيتيف 5، تمام، ممكن يسقط عند 4 وهكذا. لو جينا طبعا الخط هذا اكس، الزاوية طبعا هنا بظهر طول موجة رقم 1، طول موجة رقم 2، طول موجة رقم 3 وهكذا. الزاوية اللي بيحصرها طول الموجة لمدة 1 اللي انعكس من الجريتنج على السكرين بسميها سيتا 1. طبعا بتكون محصورة بين لمدة 1 وبين المحور اكس. لمدة 2 انعكس عند الاوردر نمبر مثلا عند ام تساوي 4، بحصر زاوية مقدارها ثيتا 4، تمام، وهكذا. مش شرط يكون عندي مثلا لمدة موجودة على 2 فهذه هي سيتا 2، لا، حسب وين طول الموجة الثانية سقط فتكون هي سيتا 2 تبعته. الآن شو العلاقة بين المتغيرات هذه؟ ثيتا، السيبريشن بتوين تو جروفز، الأوردر نمبر، العلاقة دي ساين الثيتا المحصورة بين طول الموجة اللي بيظهر على السكرين تساوي الاوردر نمبر في لمدة، لمدة طول الموجة السقط طبعا ام تساوي 0 1 2، وملاحظين انا مش كاتبة هنا لا ماينس ولا موجب، تمام، ديفراكشن فور ماكسيمم. ثيتا طبعا هي السقط، طبعا بتكون زاوية فيري فيري سمول، ثيتا دائما عبارة عن زاوية فيري سمول، سواء هو قال لي أو ما قاليش، هي زاوية صغيرة، لكن لو هو قال لي صغيرة أنا أجبر إني أعمل أبروكسيميشن، لكن لو ما قال لي صغيرة لا أجبر، فنشوف كيف نسوي. ومنها طبعا إذا كانت الزاوية هو قال لي الزاوية فيري فيري سمول، لو فرضت إنه هذه المسافة هنا الأوردر نمبر مثلا أم تساوي 2، وهذه المسافة هي ال، وهذه الزاوية ثيتا. المسافة الموجودة على السكرين من الزيرو اوردر نمبر على محور الواي بسميها واي. الطول الموج الأول واي 1، الطول الموج الثاني واي 2 وهكذا. إذا ثيتا لما تكون الزاوية فيري سمول قلنا تان الزاوية ماله؟ يساوي ساين الزاوية. إذا يساوي مقابل ال واي على ال مجاور، وبالتالي هذا هو الابروكسيميشن. أنا اعتبرت الزاوية فيري سمول وسويت ساينها ب تانها، تمام؟ إذا هذا القانون خاص بمين؟ بالجريتنج، وفي عندها ابروكسيميشن بيساوي واي على ال. ناخذ مثال نوضح فيه كيف ممكن نحل أو نوجد علاقة بين البارامتر المختلفة اللي عنا. طبعا المثال بيقول لي ليزر لايت فروم هيليوم نيون ليزر، ليزر من الهيليوم والنيون، طول الموجة لمدا تساوي 632 نانو متر. The light shines through diffraction grating on the screen 73 متر ديستانس. هذا الضوء سقط على الجريتنج وظهر على شاشة، شاشة مين؟ الجريتنج اللي عارفينها مقسمة محور واي واكس. طبعا مقسمة لمين؟ لا اوردر نمبر. المسافة بين السكرين والجريتنج 3
75 متر. نكمل. The second order diffraction maximum is seen طيب from central spot on the screen. الضوء انعكس من الجريتنج على السكند اوردر نمبر هنا عند ام تساوي قديش؟ 2. مدام قال لي سكند اوردر ماكسيمم اوردر نمبر اذا ام تساوي بوزيتيف 2 تمام. وصنع الزاويه مقدارها ثيتا بهذا الشكل. ايش كمان؟ فايند ذا نمبر اوف لاينز بير يونت لينكس. عم نوجد ان سمول فور اجريد. نيجي للمعطيات اللي عندنا. اول شغله طبعا كمان من ضمن المعطيات انه بيقول لي ارتفاع السكند اوردر نمبر من المركز تقريبا 6.2 سنتي متر. يعني واي 2 تساوي 6.2، واي 2 تساوي 6.2 سنتي متر من المركز. طيب المعطيات اللي عندنا الطول الموجي يعطيني ارتفاع السكند اوردر نمبر والاوردر نمبر يساوي بوزيتيف 2، واعطيني المسافه بين السكرين والجريتنج، فطالب مني اوجد الان. عشان عندي طريقتين ممكن اوجد فيها الان. الطريقه الاولى اني اعتبر الزاويه مباشره فيري سمول واقول انا عندي ابروكسيميشن واطبق الابروكسيميشن انه تانها بيساوي ساينها. الطريقه الثانيه ما اعتبرش الزاويه صغيره وابدا اشتغل عادي. نشوف الطريقتين، نحل بالطريقتين. الطريقه الاولى هنا سوليوشن، انا هحل الطريقه الاولى باي ابروكسيميشن. باي شو يعني باي ابروكسيميشن؟ يعني هعتبر الزاويه فيري سمول، ثيتا فيري فيري سمول، يعني تانها ايش ماله؟ ساين الزاويه بيساوي تان الزاويه. هاي الزاويه، هذه المسافه هي مين؟ من هنا لهنا ال، وهذه المسافه مين؟ واي. اذا ساين الثيتا بتساوي واي على ال تمام، اللي هي واي 2. خلينا نسميها واي 2 على ال. فاعتبرت الزاويه صغيره جدا فبدي اوجدها. واي بتساوي واي 2 على ال، وبدي اعوض عن قيمه واي 2 على ال في القانون دي ام او دي ساين الثيتا بيساوي ام في لامدا. هذا قانون الجريتنج. الان بدي اشيل كل ساين واحط بدلها مين؟ واي 2 على ال دي واي 2 على ال تساوي ام في لامدا. فنعوض هنا دي قديش اعطاني دي؟ او هنا نكمل، اعطاني دي بتساوي قديش المسافه بين تو لاينز؟ ما اعطاني اياها فبدي اوجدها عشان اقدر اوجد ان. واي 2 اعطاني اياه تقريبا 6.2 سنتي، بضرب في 10 اس ناقص 2 عشان احول لمتر. ال اعطاني اياها 3.75 متر. ام بوزيتيف 2 موجب 2 في لامدا اعطاني اياها 632 في 10 اس ناقص 9 عشان احول من نانو الى متر، وتطلع عندي دي بتساوي 6.65 او 7.65 في 10 اس ناقص 5 متر. احنا مين بدنا؟ احنا بدنا ان. في علاقه بين ان ودي، ان بتساوي 1 على دي تساوي 1 على 7.65 في 10 اس ناقص 5 كلها في المقام، وبيطلع عندي تقريبا 130 لاينز على سنت. هذه الطريقة الأولى اللي اعتبرها فيها إنه الزاوية اوريدي صغيرة وإنه ساينها بيساوي تانا تمام. الآن بدنا نحل بالطريقة الثانية. طبعا هو لو حدد لي طريقة
قال لي solution by approximation ححلها مباشرة بهذه الطريقة، هعتبر الزاوية صغيرة واعتبر تانها بيساوي ساين. طب لو ما حدد ليش، ما قال ليش by approximation ولا حاجة، ولا قال لي الزاوية very small كمان، هعمل نفس السؤال لمدة تقريبا 630 632 سنتي، وطالب مني ان قديش، واعطيني واي 2 6.2 واعطيني ان، واعطيني ال بتساوي 3.75، وطالب مني احل المعادله باي نو سمول انجل، الزاويه مش صغيره، نو ابروكسيميشن كمان. تمام، كيف بدي احل وهو بقول لي لا تعتبر الزاوية صغيرة ولا تحلي بطريقة الابروكسيميشن؟ مباشرة بقول تان الزاوية يساوي مقابل على مجاور، المقابل قديش؟ المقابل واي 2 6.2 في 10 ناقص 2 عشان احول من سنتي لمتر، على ال 3.75، وبالتالي ثيتا تساوي تان الانفرس ل 6.2 في 10 اس ناقص 2 على 3.75. تمام، اذا بطلع الزاويه اللي هي مقدار ثيتا، فبتطلع تقريبا 0.94 درجه. طلعت الزاويه. الان بعد ما طلعت الزاويه باجي اكتب قانون الجريتنج. شو هو قانون الجريتنج؟ قانون الجريتنج هو بالشكل التالي، ثيتا دي ساين دي ساين الثيتا يساوي ام في الام. كتبت القانون دي، انا بدي اوجدها عشان اوجد ام، ساين الزاوية ساين 94 تساوي موجب 2 في ال اللي هي 6.2 في 10 اس ناقص 2، بعوض تعويض مباشر، فبقول دي بتساوي 2 تقريبا 7.75 نفس او 60 نفس الحل في 10 اس ناقص 5 متر، وبالتالي ان تساوي 1 على دي تساوي 1.31 في 10 اس 4 لاينز على متر، او 130 لاينز على سنتي، نفس الحل. تمام، بس هاي المرة ما بعتبر انه عندي ابروكسيميشن. تمام، نعمل ملخص لموضوعنا. احنا تكلمنا عن الجريتنج. الجريتنج هي عبارة عن محزوزية الحيود. ميزة الجريتنج انها بتعطيني لينير ديفراكشن، بتعطيني اطوال موجية مفصولة عن بعضها البعض، بقدر اتحكم في كل طول موجة طالع منها واشتغل عليه على الحدة، وهذا بيفيدني كتير في الأجهزة اللي بتتعامل بالضوء. لو كان عندي مثلا أكثر من مادة أنا بدي أفحصها، فممكن أستخدم الجريتنج وأدخل عليها الضوء اللي طلع من الجريتنج بكل سهولة واحترافية. بالنسبة للجريتنج كيف، طبعا قلنا إنه هي عبارة عن محزوزية حيود أو شيت، فيها عبارة عن نتوءات او جروفز او لاينز، لكن اللاينز هذه مفحوره فحر، يعني لو حطيت لك عليها بتحس بخشونه في الملمس. اذا سقط طبعا الضوء لازم يسقط على الجريتن، باكد انه لازم يكون مونوكروماتيك لايت اللي هو عباره عن ضوء ليزر. تمام، طبعا السكرين كمان مره بناكد انه السكرين تبعت اللي بيظهر عليها الضوء بالنسبه للجريتنج سكرين مميزة، انه بيكون عليها order number اللي بالموجب، او هي نفس خط الواي اكسس مقسمة، اذا واي الواي الموجب الواي بالموجب بسميه الماكسيمم order number، الواي السالب بسميه المينيمم order number. بحلها بطريقتين مسائلها، اما بعتبر الزاوية اللي بسقط فيها الشعاع زاوية صغيرة جدا مباشرة وبعتبر تانها بيساوي ساينها، او بعتبر انه عندي مثلث قائم الزاويه التان بتساوي كذا وبعوض في الزاويه مباشره. هيك بننهي موضوع الجريتنج.